شوطنا القادم يحمل طموحات كل المشاركين والمتابعين. الشوط السابع الخاص للبكار، المشتركات المفتوح المقدمة والصدارة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان. الأسماء القوية والحاضرة بهذا التحدي المتحدة، وجاسم بن حمد المري من يقدم المتحدة بهذا التحدي، وثاني الأسماء وصلت هنالك. بشاير مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، عبد العزيز بن حمد النعيمي من يقدم بشاير بهذا التحدي الكبير، وثالث الأسماء وصلت الدوحة، وفهد بن زروة المري مع الدوحة، وهنالك رابع الأسماء وصلت مشاهدينا الكرام، الشادن ومشعل بن حمد بن جابر العزبة من يقدم الكبير. ولكن برجع الى المقدمه والى الصداره، بشاير وعبد العزيز بن حمد النعيمي من يقدم بشاير بهذا التحدي الكبير. الدوحه وفهد بن زروة المري من يقدم لنا اسم كبير واسم متحدي بهذا التحدي الكبير بن زروة. ولكن ارصد له يا مصورنا الغادمه الغادمه، الله وصلت الشاحن مشعل بن حمد بن جابر العزبه من يقدم الشادن بهذا التحدي الكبير. ولكن هي الدوحه الدوحة خدت النهاية، يرحب بالدوحة بن زروة سلام. وثاني الأسماء وصلت الشادن مشعل بن حمد بن جابر العزبة، ثالث الأسماء كان من نصيب بشاير وعبد العزيز بن حمد. التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، ساعة وصول الدوحة لخط النهاية دقيقتين و11 13 جزء. ثانينا لمالك اللي قدمت لنا اداء جميل، فهد بن زروة المري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.